سوف تضطر الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الخطة الثانية. هذه الاشتباكات ستؤثر على وضع السيطرة على وضع داعش، مطاردة داعش، يعني التركيز سيصبح على هذه المعركة بدلا من داعش. توسع جبهة المعركة، اقترابها من الحدود مع العراق، حظر باتجاه الباغوس، منطقة كبيرة للغاية، هذا حظر التجول في شرق نهر الفرات. هل تعتقد للولايات المتحدة ستجد عذرا أن هذا يؤثر على داعش وعلى محاربتنا لداعش، ويجب أن نتخذ قرارا وندخل نغير هذه المنطقة ونجد حلا مع العشائر العربية؟ يعني ألا تعتقد القرار قد يكون سهل لأن داعش موجود في المعادلة؟ والمشكلة الحقيقة أنه العشائر العربية صحيح الآن بدأت تظهر لها رموز، ولكن ليس من السهل أن تتفاوض مع جهات ممكن أن تغير موقفها. هكذا هو الرؤية الأمريكية. الأمريكان يقول لك نحن منذ سنوات نتعاون مع قسد، مكناها سلحناها، وبالتالي هي الحليف الأكثر موثوق. الحال مشابه لحال البيشمركة بالمناسبة، يعني في العراق حتى أيام الغزو الأمريكي للعراق، واستمرت العلاقات وتطورت إلى المستوى السياسي ليس فقط الأمني. الأمريكان وجهة نظرهم أنه منطقة الجزيرة في سوريا وصولا إلى القامشلي حقيقة، اللي هي الحدود يعني التركية العراقية السورية، هذه المنطقة يجب أن تكون يعني منطقة مفتوحة للأكراد وللعرب صحيح، وأن يتعايشوا بسلام. هكذا هي الرؤية الأمريكية. داعش الآن موجود في تقريبا في زوايا ضيقة، وأستطيع أن أقول لك داعش قد ينسق مع بعض الأطراف مثل مع هيئة تحرير الشام، باعتبار تعرف أبو محمد الجولاني هو كان أحد يعني زعماء الدولة الإسلامية في سوريا والعراق قبل أن ينشق على أبو بكر البغدادي، ثم اختفى هذا الرجل وعاد ليظهر قبل أشهر، وظهوره طبعا بالتأكيد على ما يبدو هناك نوع من التنسيق مع الأتراك، بدليل ما حصل يوم أمس عندما أمرت تركيا بإيقاف القتال بينه وبين الجيش الدفاع السوري، اللي هو طبعا الوجه الآخر للجيش الحر بعد أن اختفى الجيش الحر. أقول هذا الآن العشائر عليها أن تضع خارطة طريق واضحة أمام الأمريكان. الأمريكان يريدوا منهم الآتي، أقول لك إياها بكل صراحة، أن لا يكونوا مقتربين من النفوذ الإيراني، وأن لا يعززوا هذا النفوذ. ثانيا عندما يتواجدوا بشكل رسمي، اي تحت اطار مجالس امنيه وخدميه ليست مجالس ميليشياويه. والثالث والمهم ان يتعايشوا يعني بشكل باجراء مصالحه مع قسد، ويتجاوزوا يعني هذه النظره العنصريه بالتعاطي مع ما بين العرب والاكراد. هكذا هو الموقف الامريكي الان، لكن فعلا الامريكان قلقين جدا فيما اذا هذه المعارك يعني توسعت، وأن الجانب الروسي والإيراني استغلوها بشكل قد يعني يضر بتواجد أمريكا في المنطقة، سوف تضطر الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الخطة الثانية اللي هي تمكين قسد من العبور إلى المناطق أو استهداف المناطق في غرب الفرات لدفع التواجد يعني باتجاه دمشق، اللي أقصد هنا تواجد الميليشيات وقوات النظام. لذلك العامل اللي راح يبرز اكثر جنابك يمكن ما مريت عليه هو الموقف الاردني الان المتشنج من سوريا، بعد ان حصل قبل ساعات، اكيد جنابك تابعت الخبر. نعم. تم اصطياد طائرتين مسيره محمله بالكبتاغون اصطادها الجيش الاردني، وبالتالي الاردن الان على لسان يعني جلاله الملك وعلى لسان وزير خارجيته فقدوا الأمل والثقة ببشار الأسد بأنه يستطيع السيطرة على الحدود الجنوبية للأردن، وأقصد هنا من درعا والسويداء. الأردن لديه الآن خيارات، وهذه الخيارات أقول لك إياها بكل صراحة أصبحت مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية أيضا لديها استعداد أن تمول عملية يقوم بها الأردن لحماية حدوده وإبعاد النفوذ الإيراني عن الحدود الأردنية. هذه العوامل سوف تتكامل الحقيقة، ولذلك التحالف الدولي الآن يدرس مسألة في غاية الأهمية، هو تغيير نوع النشاط اللي موجود لها في المنطقة، وأقصد هنا قتال داعش، ويتحول إلى قتال الميليشيات وطردها، سواء من شرق الفرات إذا تواجدت أو تحاول أن تتواجد، أو على الحدود العراقية السورية، وهو هذا الأساس الآن اللي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية.